يمكن اعتبار فنون الدفاع عن النفس واحدة من الرياضات السامية التي تعزز قيم الانضباط والثقة بالنفس في نفوس ممارسيها، بالرغم من أن المسعى الجسدي في هذه الرياضة صارم ومتطلب، ولكن من المهم بنفس المقدار إدراك أننا بممارسة فن الدفاع عن النفس نحن على استعداد لتعلم الجوهر الحقيقي لهذه الرياضة. لأن شعارنا الأول والأخير مشتق من شعار صاحب السمو الشيخ دكتور سلطان بن حمد القاسمي، قال أبنائي بحفظهم في هذه الأندية، وهذا الشعار يتبناه مجلس الشارقة الرياضي ونتبناه نحن كنادي. اليوم أهمية أندية الرياضات دفاع النفس من اللاعبين في مختلف الفئات العمرية، تواجدهم داخل النادي هو استثمار الأمثل لوقتهم، وهذه الرياضات كذلك تساعد في تعزيز الثقة بالنفس، تساعد في القوة الجسدية والعقلية كذلك، وهذا اللي نحن نساعده. اليوم في أي رياضة خاصة اللعيبة النشأ اللي أنت تأسسهم من القواعد الناشئة يحتاج دعم وتواجد ولي الأمر. نحن الحمد لله في النادي عندنا علاقة طيبة مع أولياء الأمور جميعاً، عندنا مبادرات من النادي اللي هي المجالس أولياء الأمور، المنتديات، الملتقيات، ورش العمل. فالحمد لله بالتعاون مع أولياء الأمور قدرنا أن نحقق هذه القاعدة الكبيرة. يحرص نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس على زراعة ثقافة رياضات الدفاع عن النفس، وهو ما عزز من رغبة الرياضيين الموهوبين على الانضمام لفرق النادي ورفدهم بالمهارات ليصبحوا قادرين على تمثيل دولتنا الحبيبة في أبرز البطولات والمحافل الدولية. نحن بتوجيهات سعادة أحمد عبد الرحمن العويس رئيس مجلس الإدارة والأخوة أعضاء مجلس الإدارة، نشوف أن أهم نقطة لاستقطاب اللعيبة هي فترات الإجازة، سواء إجازة الربيع أو الإجازة الصيفية، نقوم بمعسكرات مجانية للعيبة لاستغلال أوقات فراغهم، وتكون هذا المعسكر بعد المعسكر يكمل اللاعب عندنا بالنادي ويقوم استقطابه. رياضة الدفاع عن النفس تعزز لممارسيها القوة وخفة الحركة والتوازن وردود الفعل من قبل الخصم، بالإضافة إلى المكونات العقلية والروحية التي لا تقل أهمية عن الجوانب الفنية لفنون القتال، والتي تركز على تحسين القدرة على التحمل العقلي وتجاوزها، حيث يعتبر فن الدفاع عن النفس محفزا مثاليا لتحقيق الاستفادة القصوى جسديا وعقليا لأولئك الذين يتطلعون إلى نمط حياة أكثر صحة.